يعتبره الكثيرون من عشاق القلعة الصفراء الموهبة الخاصة في نادي القادسية، فأصبح بما يتمتع من قدرات فنية بمثابة الفرحة التي تستيقظ في قلوب مشجعي الأصفر كلما داعب الكرة. يجود القدوم من بعيد ويتمتع بمهارة التمرير والتسديد. لحن نجمه في سماء الكرة الكويتية قبل أكثر من موسم، غير أن الإصابات اللعينة داهمته في غير مرة، ولكنه في كل مرة يعاود الكرة فيعود بإصرار الكبار على التألق في سماء نادي القادسية. ولفرط مهاراته الكروية أصبح محط الأنظار، لأنه يمتلك قدما يسرى يجيد تحديد الاختيار، وذلك حين يشن الهجوم بتسديدات صاروخية لا تجد لها مكانا غير شباك الخصوم. إنه الإف 16 محمد الفهد.